السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم بتصحيح تمارين الصفحة رقم 104 من كتاب المنير في العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة إعدادي. التمرين الأول: أجب بصحيح أو خطأ. ألف: لتغيير سرعة جسم أو لتغيير مساره نطبق عليه تأثيرا ميكانيكيا. نعم، إذا كان لدينا جسم في حركة وأردنا أن نغير مساره أو نزيد في سرعته أو ننقص من سرعته، يجب أن نطبق عليه تأثير ميكانيكي، وبالتالي هنا صحيح. ب: يحدث تأثير الموزع بين الجسم المؤثر والمؤثر عليه في نقطة. تأثير لكي يكون موزعا يجب أن يكون التماس في مساحة كبيرة وليس في نقطة، وهنا خطأ. ج: تكون التأثيرات الميكانيكية عن بعد مموضعة. التأثيرات الميكانيكية عن بعد دائما تكون موزعة، كذلك هذا خطأ. ثم: تكون تأثيرات التماس موزعة أو مموضعة. نعم، إذا تأثير التماس إما تكون موزعة إذا كانت المساحة ديال التماس كبيرة، أو مموضعة إذا كانت مساحة التماس صغيرة. صحيح. ثانيا: أصل بسهم عناصر المجموعة أ بعناصر المجموعة ب المناسبة لها. هنا لدينا عناصر المجموعة أ: تأثير الخيط على مسمار. هل هو تأثير تماس مموضعة أو تأثير تماس موزع أو تأثير عن بعد؟ موزع. دائما تأثير عن بعد يكون موزع. تأثير تماس إما يكون مموضع أو موزع. تأثير الخيط على مسمار هو تأثير تماس مموضع، لأنه كيقيس في واحد المساحة اللي هي صغيرة. إذن تأثير تماس مموضع. تأثير المغناطيس على مسمار. إذن المغناطيس يؤثر على المسمار من دون أن يلمسه، وبالتالي هو تأثير عن بعد. تأثير الطاولة على الكتاب. تأثير الطاولة على الكتاب هو بتماس، لأنه كاين تماس بينهم وكاين في واحد المساحة كبيرة. إذن تأثير تماس موزع. تأثير الرياح على شراع الزورق. شراع الزورق لكي يتحرك تؤثر عليه الرياح بتلامسها معه، يعني تأثير تماس، ويكون في مساحة كبيرة. إذن تأثير تماس موزع. التمرين الثالث: اختار الجواب الصحيح. ألف: تأثير المغناطيس على المسمار الموجود قربه تأثير مموضع. تأثير المغناطيس على المسمار هو تأثير موزع وتأثير عن بعد. تأثير المسمار على المغناطيس الموجود قربه تأثير تماس، لا، هو تأثير عن بعد. تأثير الطاولة على الكتاب الموضوع فوقها هو تأثير تماس، نعم، هو تأثير تماس موزع، وهذا صحيح. ثم: تأثير الأرض على الطائرة في الفضاء تأثير تماس، لا، تأثير الأرض على الطائرة ولا على أي جسم هو تأثير يعني عن بعد. إذن الجواب الصحيح هو جيم. تمرين الرابع: أملأ الفراغات التي نرمز لها على التوالي بالحروف ألف وباء وجيم ودال بما يناسب من الكلمات التالية: سرعة، مسار، حركة، يشوه. يمكن لتأثير ميكانيكي أن يزيد في جسم. إذن يمكن له يزيد في سرعة جسم. يمكن أن يزيد في سرعة جسم. يغير جسم. إذا كيكون واحد الجسم في حركة وهو يغير مساره، يغير مسار جسم. جسما يعني يمكن له أن يشوه جسما. ثم: يجعل الجسم في دال يعني في حركة. كيكون واحد الجسم ساكن ويجعله في حركة. إذن يزيد في سرعة جسم، هنا غادي يكون رقم واحد. يغير مسار جسم، هنا يكون رقم اثنان. يشوه جسم، هنا يكون رقم أربعة. ويجعل جسم في حركة، يعني غيكون رقم ثلاثة. التمرين الخامس: أختار الكلمة الملائمة. ألف: تأثير سطح الأرض على العربة هو تأثير تماس أو عن بعد. إذن سطح الأرض، ماشي الأرض، سطح الأرض وليس الجاذبية، تأثيره على العربة هو يمنعها، يعني يجعلها في سكون، وبالتالي هو تأثير تماس، لأن كاين تماس ما بيناتهم. لو أنهم مثلا قالوا لنا تأثير الأرض على العربة، يكون تأثير عن بعد، لأن الأرض، تأثير الأرض كنعنيو بها تأثير جاذبية الأرض. يصنف تأثير الحصان على العربة كتأثير تماس أو عن بعد. تأثير الحصان على العربة هو تأثير تماس كذلك. لا يمكن أن يؤثر حصان العربة إلا إذا كان في تماس معه. تأثير الرياح على شراع المركب هو تأثير تماس. إذن كيف ما قلنا أن الرياح تلامس الشراع. تأثير الأرض على السيارة هو تأثير تماس عن بعد. فاش كنقولوا تأثير الأرض يعني جاذبية الأرض، وكنعنيو بها مركز الأرض، ومركز الأرض هو بعيد عن كل الأجسام. إذن هو تأثير عن بعد كذلك.